خليل شيرة حنونة ويدوب معكم ولد ولا أنطع منها تفننوا فيها جربناها مع الخبز المسلسل أي شيء خفيف وناعم تناسق النكهات ولأن ما تعرفين كانوا يقدمونها باللوب للمعاريس أو بيوق العيد سميناها خبيص والسفلي كريسبي غني مطبخة مع الشكر والهيل والزعفران الدرابين الكويتية الهشة الخفيفة غورميه كويتي غورميه كويتي ولا أروع من كذي ماكو أحلى من الحلو والحلو ياكل حلو خنين شيرة حنون ويذوب وماكو مثل حلوياتنا الكويتية اللي تحلي الريج وتطيب الخاطر مزجناها بأفكار جديدة تزيد من حلاتها ونقدمها لكم بطريقة مزهلقة وراقية غورمي كويتي جبنا حلوياتنا الكويتية الأصيلة ودمجناها مع أطباق عالمية معروفة غريبة تصغير كلمة غريبة أو غريب والبياع لما كان ينادي يقول زلابية غريب على الشاي والحليب صارت غريبة واليوم ذهبنا الشاي والحليب بس غريبتنا راح تصير دقواز غريبة عندنا غريبة اليوم وطبعا الغريبة غنية عن التعريف راح نسوي غريبة بالفستق بس طريقة فرنسية تسمى غريبة فستق ديغواز طبعا الديغواز هو عبارة عن نوع من أنواع البسكتس في فرنسا كذلك يحتوي على بياض بيض ويحتوي على فستق تقريبا نفس المقادير فقلنا نسويها بطريقة تكون هم نضيف عليها النكهة الكويتية ضفنا عليها هيل وبعض المنكهات الثانية للديكواز قريبة ديكواز كريسبي غني معكم شيف طلال حمضان طبعا أول كيك ديزاينر في العالم العربي تعلمت الكيك ديزاين وأنا كنت في أمريكا أيام الدراسة عشقت هذا الفن لأنه مختلف عن جميع الفنون وحبيته والتقيت يعني الفن هذا من ناس لهم أسماء بالإضافة إلى مارست الخبرة أنا بنفسي وصار عندي يعني قاعدة حلوة في هذا المجال راح أول شيء نخلط جميع المقادير الجافة عندنا الفستق مع الآيسينج شوغر مع طحين راح نضيف الهيل وراح نخلط جميع المقادير مع بعض بنفس الوقت راح نسوي المرينج وبعدين نضيف الخليط الجاف هذا كله على المرينج وعقب نصبه في قوالب بتصير مثل طريقة يعني حجم القريبة عندنا بياض بيض وعندنا ملح عندنا سكر راح نخليه بعدين السكر راح ندخله شوي شوي في مع بياض البيض نبدي بسرعة بطيئة بعدين أعلى
طبعا في المرحلة راح نضيف السكر تدريجي. بعد ما ضفنا السكر راح نضيف الحين المقادير الثانية اللي هي مقادير الجافة، طريقة تكون هم تدريجية كذلك. هم السرعة تكون هنا متوسطة، ما تكون لا عالية ولا تكون بطيئة. من الحلو. شلون نسوي صب القفشة قرمة وقرمة؟ يعني شنو دواق؟ والحلو ياكل حلو. وصفتنا اليوم من قرمة كويتي مغوطة كيك. شوي راح اغش اليوم بالوصفة، راح احط شوية نشا عشان تمسك بسرعة. فرنسي قلبنا كويتي والكويتي قلبنا فرنسي. نكهات حلوة متجانسة مع بعض وراح تعطيكم احلى مذاق. غيروا المكان وغير الفرن، راح تبتدون تفشلون مرة ثانية وتعدلون لما تضبطوا ياكم. حاولوا انكم تجربون اكثر من مرة عشان تعرفون تكنيك فرنكم. هذه افضل شيء حق خبز الكلير، لان كل من طحين للثاني يختلف. ليش قاعدة اسوي هذه الطريقة؟ طريقة الفولدينج هي مو سالفة اني انا احوسك انها شوربة. حتى لو نوتيلا أضيف لها نشا تدخل الفرن عادي. أماني نشوفه بالشكل بالتقديم بالطعم، هو جزء كبير من الاستمتاع فيها. خنين شيرة حنون ويذوب. قرمي كويتي. قرمي كويتي ولا أروع من كذي. ألينا عليك برا. تقريبا الخليط جاهز، بس نحاول ان احنا نسوي سكرابينج على الاطراف على اساس انه يعني ما يكون عندنا طحين يعني زايد ولا عندنا شيء يعني تكتلات احنا ما نحبها بهالطريقه.
مدد إلا لما يسوي بهالطريقة. هني أعرف إنه شوف إني زايد شوية، إني ناقص شوية، فهني أي وأكمل هالطريقة شوية. هذا يبلى شوية هني. نفس الشيء، لا تخافون، ما راح يطير ولا راح يصير في شيء، هو مثل الصمت. قريبة بستاشو الدقواز جاهزة، شوفوها راح تدش الفرن حار 180 درجة تقريبا من 15 إلى 20. هذا الفن جديد على المنطقة عندنا بالكويت ومنطقة الخليج، ولما رجعت الكويت أنا بديت أشتغل على نفسي وعلى الكيك ديزاين وعلى الشوغر آرت اللي هو فن السكريات، ولاحظت قبول جدا جدا من الناس، وفي ناس أيضا عندهم هذا الفن لكن للأسف مو عارفين شلون يظهرونه. فلذلك أنا كان عندي حلم والحلم بدأ يتحقق، وصار طلال كيك أكاديمي، أكاديمية طلال كيك اللي راح أدرس اللي ندرب فيها الفن هذا اللي هو شوغر آرت والكيك ديزاين والديكوريشن، أساسيات الخبز وكذلك البيستري والسوردو والأمور التالية. كريسبي هني. القريبة دقواز طلعت من الفرن الحين، شوفوا شلوها. الحين راح أقلبها هالطريقة، وبعدين أصفها في قالب التقديم. طبعاً خليها تبرد شوية لأنه هو بارد. وأنا مجهز بعد كم واحد قبل، فراح بعد أجيبهم أقلبهم مرة واحدة، نقدمهم بصحن التقديم، وبعدين نرش عليهم الفستق. طبعا هي من برا كريسبي، من داخل تشوي حلوة. ممكن يعني إذا نبي نخزنهم نفس الطريقة نحطهم في يعني كونتينر مسكر عدل على أساس ما يحوشهم الهواء. راح أرش عليه شوية فستق، وكذلك يداني فستق شوية محب. قريبة فستق دقواز غورمي كويتي. ماكو أحلى من الحلو. والحلو يأكل حلو. خليل شيرة حنون ويذوب.